السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم أبنائي طلاب الصف الأول الابتدائي بشركة آفاق التعليمية؟ أنتم الآن على موعد جديد ودرس من دروس مادة الفقه الفصل الدراسي الأول الوحدة الرابعة الدرس الأول بعنوان الأمر ببر الوالدين. انظر معي إلى هذه الصورة، ماذا يفعل الولد هنا؟ نعم، الولد يقبل رأس والده. من منكم يا أبطال يحرص على تقبيل رأس والده أو والديه؟ هل تقبل رأس والديك؟ نعم، أحسنتم يا أبطال، من يقبل رأس والديه هذا دليل على الاحترام والحب لهما. طب هل يسر آباؤنا وأمهاتنا بهذا الفعل؟ طبعا طبعا، لذلك نحرص يا أبطال على إظهار حبنا واحترامنا لوالدينا. ننتقل بعد ذلك إلى الصفحة التالية والتي فيها عنوان جميل محفز لنا يا أبطال. ماذا يقول هذا العنوان؟ يقول بر الوالدين طريق إلى الجنة، من يطيع والديه ولا يغضبهما هو في طريق يوصله إلى الجنة. الله سبحانه وتعالى يا أبطال قد أمرنا ببر الوالدين، حيث قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إذن الله يأمرنا أمرا صريحا بإحسان معاملة الوالدين. طيب هل الرسول أمرنا ببر الوالدين؟ نعم، نستمع يا أبطال. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين. إذن بر الوالدين هو من أفضل الأعمال عند الله سبحانه وتعالى، كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هنا النشاط الأول أحفظ الآية الكريمة التي ذكرناها منذ قليل، وهي وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إذن يا أبطال سوف نكرر هذه الآية عدة مرات حتى نحفظها. نعم، أحسنتم. طبعا أبر والدي أو أبر والدي لأدخل الجنة. إذن كل بطل منكم لابد أن يحرص على أن يكون بارا بوالديه حتى يحصل على الجائزة الكبرى، ألا وهي دخول الجنة. طبعا وكلنا نريد أن نسلك هذا الطريق، طريق بر الوالدين. لماذا؟ لماذا؟ نعم، أحسنتم، لنفوز بالجنة. إلى هنا انتهى درسنا لهذا اليوم. شكرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.